هلا في اذا كان السيستم نوت فولي ستيت كنترولبل لسه في امل ممكن يكون ستابلايزبل. السيستم بكون ستابلايزبل اف السيستم بكون ستابلايزبل اف اول انستابل مودز ار طيب يعني احنا السيستم اذا كان انستابل بقدر اعمل له ستابلايزيشن بالحاله العاديه يعني نسال السؤال بطريق مختلف ننسى هذا لو عندي فول ستيت كنترولبل سيستم وفي بول انستابل بقدر اعمل له ستابلايزيشن نعم واذا كان عندي سيستم فول ستيت اوبزرفبل نفس الشيء بقدر اعمل له اوبزرفابيلتي اذا كان انستابل اذا كان فول ستيت اوبزرفبل نعم هذه اقوى شيء بتكون الرانك اذا كان السيستم فولي كنترولبل فول ستيت كنترولبل شو بتكون الرانك تبعت الكنترولبل ماتريكس ان والرانك تبعت الاوبزرف ماتريكس بتكون فول ستيت اوبزرفبل لكن اذا كان اجيت على السيستم ولقيت انه الرانك اقل بواحد او اقل باثنين معناه هو مش فول ستيت كنترولبل هل بقدر اعمل له ستابلايزيشن بقدر اذا كان المود اللي انستابل كنترولبل حتى لو كان المود اللي ستابل ان كنترولبل ايفن شو يعني مود؟ عدد المودز بيساوي عدد الستيتس بس أنا ما بحكي عن ستيتس بحكي عن مودز يعني اللي هم الايجن فاليوز اللي هم اللقب الايجن فاليوز فبقول المودز السيستم إذا فيه ثريست معناها لو فيه ثري مودز even if the stable modes are هلا رح نشوف الفحص كيف نفحص انه كيف هلا بدي افحص المود المعين هذا هو كنترولبل احنا كنا نفحص كنترولبيلتي كل السيستم مزبوط كنا نطلع الكنترولبيلتي ماتريكس ونشوف الرانك تبعت وايش كانت الكنترولبيلتي ماتريكس هي بحط هون التعريف فولي ستيت كنترولبل طبعا اذا فولي ستيت كنترولبل معناه هو اكيد هو ستابلايزبل بس اذا السيستم ستابلايزبل مش شرط يكون فولي ستيت كنترولبل هذا ستابلايزبل اكيد لانه كل المودز بقدر اتحكم فيهم حتى لو كان واحد او اثنين او ثلاثه منهم انستابل بقدر اعمل له ستابلايزيشن الفول ستيت كنترولبل اف ذا رانك اوف كنترولابيلتي ماتريكس ام از ايكوال تو ان اوكي هذه هاي واضحه اللي كنا نفحصها هنا هلا وهون ويكر هاي اضعف اضعف لانه هون وجدنا انه السيستم مش فول ستيت كنترولبل في عندي نقص واحد او اثنين او ثلاثه في مودز في مود او مودين او ثلاثه مش كنترولبل اذا كان بس الانستابل ونز كنترولبل معناها السيستم ستابلايز بقدر اعمل له ستابلايزيشن هلا بناخذ مثال عليه هلا السيستم ستابلايزبل system is stabilizable if rank تبع لامدا i في i minus a b has rank n for all unstable lambda i اللي هم اللامدا ايز ايش هم؟ الايجن فاليوز اللي هم بلغتنا القديمه شو كنا نسميهم؟ اوكي اذا حتى اعمل الفحص حتى اعمل الفحص هون احنا كنا نعمل فحص هون كنا نجيب الماتريكس ام والماتريكس ام نفحصها نشوف اذا الرانك تبعها ان معناها السيستم فول ستيت كنترولبل هلا بطلت اقدر اعمل هيك اذا عملت هيك ايش راح يطلع معي؟ راح يطلع الرانك اقل اذا كان اقل بواحد معناها ايش؟ اذا كان الرانك بدل ما يكون ان كان ان ماينس 1 ايش بقول عن السيستم؟ انه في عندي 1 uncontrollable mode واذا الرانك كان اقل باثنين معناها عندي 2 uncontrollable modes وهكذا طيب هلا هون باجي بطلع بدي افحص المودز المختلفه هلا اذا كان في مود معين طبعا انا بقدر اعرف انه هذا المود ستيبل ولا انستيبل كيف من قيمه لامدا اي اذا كان نيجاتيف معناها ستيبل اذا كان بوزيتيف او الريل بارت تبعه اذا كان بوزيتيف معناها هو في الرايت هاند سايد مش هيك
فبقدر اطلع الايجن فاليو. فحتى افحص انه هل هذا المود كنترولبل ولا لا، انا بقدر اعرف انه هو ستيبل ولا لا، مش هيك؟ ستيبل من قيمته. اذا الريل بارت تبعه نيجاتيف معناها ستيبل، اذا الريل بارت تبعه بوزيتيف معناها انستيبل. بس انا بدي اسال السؤال الثاني، هل المود هذا كنترولبل؟ اذا كان الانستيبل ايجن فاليوز كنترولبل، اذا الرانك تبعت هاي الماتريكس لهم، عشان هيك احنا حطينا اي. اي قديش عددهم راح يكون؟ راح يروحوا من واحد الى n. n في عندي السيستم، اذا كانوا n راح يكون في عندي n ايجن فاليوز. بس اللي انا بدي افحصهم هم الانستيبل. بدي اطلع على الانستيبل، اذا كل الانستيبل كانوا كنترولبل معناها السيستم هذا ستابلايزبل، يعني بقدر اجيبه وارجعه للستابيليتي. ناخذ نحل مثال عليه. ناخذ نفترض A بتساوي 1 0 0 ناقص 1 و B بتساوي 1 0. هلا بدنا نطلع الايجن فاليوز لامدا اي ماينس A، بدنا نطلع الديتيرمينت بده يساوي 0. هاي هي اللامدا. فبصير عندي هلا هاي لامدا اي ماينس A، شو بتصير؟ بصير عندي لامدا ماينس 1 مضبوط 0 0 لامدا بلس 1 مضبوط، وهاي بدنا نطلع الديتيرمينت تبعها بده يساوي 0. فبصير عندي لامدا ماينس 1 في لامدا بلس 1 بتساوي 0. اذا لامدا بتساوي بلس 1 ماينس 1. اذا في عندي 2 مودز، واضح انه عندي 2 مودز، واحد من هذول المودز انستيبل اللي هو هذا، لانه هذا اي تو دي 1 تي، وهذا هون المود ستيبل. مين اللي بيهمني افحص الان الكنترولابيلتي تبعته؟ اذا حتى افحص الكنترولابيلتي تبعت الانستيبل مود، بنيجي بنطلع الماتريكس، بنفحص الرانك تبع الماتريكس تبعت الانستيبل مود اللي هو 1. بصير عندي 1 في اي لامدا 1 في اي ماينس اي، وهون راح نحط بي. هلا بصير عندي اللي هو الرانك تبع، مفروض انها تطلع 0 0، خلينا نتاكد 0 مش هيك؟ تطلع 0 0 2، وبعدين بدي احط بي. بي ايش كانت؟ 1 0. قديش الرانك تبعت هاي الماتريكس؟ 1 ولا 2؟ بدي الاقي سكوير ماتريكس الديتيرمنت تبعها مش 0 مش هيك؟ هي هذه عندي هون 0 في 0 ناقص 2. اذا الرانك تبع هاي شو بيساوي؟ اذا هذا بيساوي n، معناها هذا المود، اذا عندي المود 4 لامدا 1 تساوي بلس 1 از انستيبل بات كنترولبل. هلا احنا عارفين او احنا مش عارفين، ما فحصنا احنا الفول ستيت كنترولبيلتي مش هيك؟ المفروض نفحص الفول ستيت كنترولبيلتي مزبوط؟ ما فحصناها، نفحصها هون، انا مش عامل فحص عليها. او اذا بدكم نفحص الكنترولبيلتي للمود الثاني. اوكي؟ فالكنترولبيلتي وين المود الثاني اللي ستيبل؟ اللي هو هذا. انا توقع انه بيطلع، لانه عشان هيك حطينا المثال، ولا لو انها فول ستيت كنترولبل ما حطيناها بهذا المثال. نفحص المثال الثاني، اذا المثال الثاني بدنا نطلع الرانك تبع، بدنا لامدا 2 اي ماينس اي واللي هي تساوي لامدا 2. لامدا 2 هي ناقص 1، راح تصير عندي ناقص 1 ناقص 1 راح تصير ناقص 2. بعدين عندي هون 0 0، بعدين عندي هاي ايش راح تعطيني؟ لا راح تعطيني ناقص 1 ناقص ناقص 1 كمان ناقص 2 مضبوط؟ صفر. واخر شيء بي ايش هي؟ 1 0. هلا هون بدنا نلاقي ما في هاي الديتيرمنت تبعها 0، هاي الديتيرمنت تبعها 0. وحتى لو اخذنا هاي وهاي، اظن انه بصير ناخذ هاي وهاي كمان الديتيرمنت تبعها 0. اذا الرانك تبع هاي 1، لانه في في رقم هون، لو انها كلها 0 بكون الرانك تبعها 0، بس الرانك تبعها 1. اذا هذا المود مود 4 لامدا 2 بتساوي ناقص 1 از ستيبل بات انكنترولبل. إذا النتيجة إنه السيستم ستابلايزبل، يعني بقدر أعمل ستابلايزيشن للأنستيبل، بقدر أعمل كنترولينج للأنستيبل مود.